ماشي بخضر انا ما عرفتش انت كدير دي موديفيكاسيون على 18 بوغ باش تكون ديليكيت جي فوا ماشي لا باج هذيك ماشي لا باج هذيك تخليهم هذيك تخش هذوك كيما كيشوفوا لا باج لاباج كتقاد ليا كان حطي فيديو هنا حطي هذه كتبقاش ليميتي بهذاك التومبليت اللي عطيك شي بحال هكا كتخرجو اس اش اس اش جي بي كتشوف لي سيو ديال الشركات ديال اي حاجه ادوس لوكاسيون فواتير باتيسري اللي عنده شي حاجه شي بيزنس وعنده كونت لينكدين يطلع ليه واحد اللينك ديالي كيعمرها كتتصل بيه البنت كتقول ليه واش انتيا بغيتي دير ديجيتال ماركتينغ عندك خصك دير الزيت خصك دير كذا حنايا كنصوبو لي سوليسيون ديالنا ديال ماركتينغ حنا قال لها اوكي صافي كدير ليه ميتينغ وان تو وان معايا انايا وكنقادو داكشي صافي كنكونسي وكنسينيو لي كونترا ديالي غير زيد فيلم وي ماشي في الصيد اللي كدير انا ديما خصك تدخل عندي الزيت الليد كي كندير انا في السيت دخل عندي نشد البيكسل هنايا باش نقدر نري تارجيتي معاه لا لينكدين طالع بزاف تقدر تعتمد على البي سي او نعم فين كدير ليه الاكس ما سمعتش مزيان لينكدين سيت عرفت لينكدين هو سول على البي تو بي على كيفاش كنجيبو شركات كنخدمو ليهم حنا ديجيتال ماركتينغ تيوا دونك انا كندير لي كومبان ديالي كنطلعو في لينكدين باش كنجيب الكلاينت دابا تحيت خدام ديجيتال الا كنا مثلا حنا غادي نبيعو شي كود واش نقدروا نبيعو في لينكدين لا لينكدين ديال بي تو بي بيزنس تو بيزنس شي حاجه تبيع شي شركه شي سيرفيس اوكي ولكن ابارتمون الناس عاديين حيت نورمالمون هو كيكون بروفيسيونيل كيكون في غالبا الناس ديال لومبلوا نقدروا نعتمدوا في البي تو بي على الاس سي او خدام في بي تو بي لي سيو كونتنت ماركتينغ خدام 100% في البي تو هو اللي خدام حتى انا خدام بيه واحد السؤال شويه بس دغيا باش نحيدو عليكم ديال مؤخرا فاش بدل فيسبوك كانت ما بقيتش كدير كدوز للثروازيام بارتي ديال البيبليسيتي ما كديرش اكزيستين فيديو ولا اكزيستين بوست باش تستعمل لي لايك اللي كان فيه لا كاينه ما بقيتش كنلقى دابا فاش كنت اكزاكت انا مابقاش كلشي مابقاش كلشي كونفرجن في كونفرجن دونك دابا فاش كندير دوبليكي واحد المره الادسيت بعد ما فاش كيديبلوكا في الادس كنلقى في لا ثروزيام بارتي مشات لي لا فيديو كتلقى غتمشي للفوق فيسبوك ادس غتكليكي على دوك الاوبسيون اللي كاينين فوق فيسبوك ادس كاين على اليسار واحد البلاصه فين كتب دي زوسيون في فيسبوك اودينس انسايت داكشي كامل غتلقى بيج بوست غتكليكي عليها غتختار لاباج اللي بغيتي غيطلب لك لي باج كامل لي بوست كاملين ديال ديك لاباج غتهز داك الاي دي وغادي ترجع الادس ماناجر ديالك وغتسيليكسيوني هذوك لي زادس كاملين هادي فاش كيكون كونفرجن ما كاينش حيت بعدا في ميساج اش كيديروا تيقول لك الا عاودتي الا قصتي شي حاجه في الكرييتيف لا الا حقستي غادي تولي كل وحده بوبليسيتي بوحدها ما غاديش يجي معاك لي لايك ما غاديش ميساج شوف الدراري كوميرس من بدوش انت بالنسبه دابا بحال ستور نصحنا بشي بلاتفورم اللي تكون مزيانه شوبيفاي شوف ما تخدم لا بهذوك البلاتفورم اللي كيبارطاجيو في لي جروب لا حتى شي حاجه كاين بلاتفورم جوج ديال لي بلاتفورم كاين شوبيفاي شوبيفاي غتخدم عليه غينقص عليك مشاكل لي بيرجمون غينقص عليك مشاكل لود سبيك بالنسبه دابا بحال و كوميرس هو فيه ديك اد تو كارت ما فيهش ديك بحال اللي تطلع لك بحال اللي ديريكت ولا كاين شي سكريبت لا شوف و كوميرس باش لافونتاج ديال و كوميرس مع شوبيفاي هو راه كيف ما كيسميو لي ديفلوبر ديال اوبن سورس تقدر تموديفي عليه كيف ما بغيت اي جيب هايري شي مين ديك فايفر قول لي طلع لي هادي من هنا بغيتو يدوز من هنا بدل كلشي في الكود شغلك هذا ولكن في شوبيفاي ما تقدرش دير هادشي كيعطيك تخدم بداك الشيء اللي باغ اللي كاين شوبيفاي مصوب على الاي كوميرس صافي و كوميرس دير به اللي بغيت دونك الا بغيتي دير شي موديفيكاسيون ما تقدر دير اما حتى الكوميرس ولا شوبيفاي ما على حسب شوبيفاي ديبانس دابا البيزنس ديالك بالنسبه ليا انا جامع كلشي في شوبيفاي لانه ساب سيتيزاسيون ماشي كيفاش يخدم بس ولكن الا كنت مثلا غندير واحد لو سيت اللي هو كبير وفيه داتا بيس كبيره بحال كيف ما دايرين حنا في شي سيت ديال الجمله كنحطو فيه بزاف ديال لي كوموند فيه بزاف ديال لي موديفيكاسيون كيداروا يوميا خدام بلاتفورم ووكوميرس كتوكوميرس بلي بروفيسيون
ولكن خاص ضروري شي واحد يبقى قابلو باش ما يوقعش شي باغ ولا ما يطيحش السيت. شبالك استراتيجية ديال انك في الاول باش تجمع الاودينس دير تبوبليي ميسنجر واخا قلتي ان البودكاست ديال حاجه ميسنجر تبقى باش تجمع بها الاودينس ماشي باش تبيع لهم باش تبيع الاودينس مورها تارغيتيهم بلا ديال البيج. الاودينس فين غادي تجمعها؟ في فيسبوك. كيفاش ميسنجر غتجمع في ميسنجر الا كنتي غتخدم بالميني تشات اللي بارطاجا امين مزيان الا ما كنتيش غتخدم بها غطيع غير فلوس. لا ما نقدرش ندير حيت كنقرا نخي اودينس نقول ليه بيبل وتوك تو مي باي ميسنجر. شوف دابا البيكسل هو الملك في هادشي كامل ما بقى لا ميسنجر لا دابا دبي لك دو على لي لايك ديال سميتو لي باج دابا عندهم 20 40 الف لايك كتبيبلي شي حاجه اللي كتوصل توصل 50 100 الريتش هبط مابقاش داك الريتش وداك الشيء. دابا الا كنتي خدام في الميني شاب غدير لهم اوتوميشن اللي بقى اشاك فوا يوصلهم دي سوق ديالك مزيان ما كنتيش غتخدم بها فوا هاد الجديد ديال البيت. شوف خدام اي كوميرس خصك ماحل ماحل هو دابا زعما اسمحوا لي الدراري لا داك لو سيت اون اتش تي ام ال لاندين بيج راه صوبا اون اتش تي ام ال ندير فيها البيكسل دونك انا لاندين بيج راه غير وان بيج فيها السلام عليكم البرودوي كيفاش كيدير لي بروبليم لي كوز ديالو في الاخر كنشرح البرودوي كيفاش كيحل في الاخر كنعطيه واحد اللعيبه كيعمر لي السميه وهذا ويصيفط هنا البيكسل واش كنقدر نشوف شحال واش غيدي ديك الكومباين ولا الفايت راه دير لي اتوكارد مشى للفايت اللي لاندينغ بيج. انا ما خدامش بلي سيت اش تي ام ال ما خدامش بو كومنت ما خدام بكليك فانل حتى حاجه انا خدام شوبي شوبي فايت تقدر دير هاد القضيه هادي تكري لاندينغ بيج بلو نون دومين ديال وكيضرب الهيدر وكيضرب الفود كيصنع غير لاندينغ بيج ولكن راه انفو كيكليكي على اتوكارد راه كيدوز ديريكت للتشيك اوت ديال شوبي فايت. هذا التوكن لاندينغ بيج بيلدر هادي اوتي كتصوب لاندينغ بيج انسايد شوبي داخل شوبي راه ملي كنجيب الكاسمر راه اونلاين نقدر نقول لك كنجمعو 50 ليت 60 ليت يلا كنخرجو بكليون واحد ولا جوج ولكن كليون واحد ولا جوج غيخلص لك داك الشيء كامل. فين غتشدو مزيان في الميتينغ اللي غدير معاه الا كان في الرباط نمشي عند الرباط كان في طنجه نمشي عند طنجه ما كاينش مشكل. تقدر مثلا مثل حاجه خاص اونلاين في شاد ديريكت اوفلاين مثلا وكاين قدره الاقناع مزيان نمشي معاه ونقول عليه سميتو زعما ما يمكنش ما يتيقش فيه
ولكن لو دوزت انا من السيت ديالي وشافو بروفيسيونيل ودوزت من التيم واللي تعاملوا معاه ولقاهم بروفيسيونيل ملي غنجي عنده انا نقول كيف ما بغيت صافي هذا زعما الفانل كيما ديال الشركه يقول لي ما يهضرش معايا ولكن ملي كندوزو من عند اطرافيغ السيت والتيم وكندوزو من واحد الفانل كبير عندوش مشكلة ديك الساعة تكدو معاه تقدر توريه في الفيسبوك ديالك ولا كيفاش غتشرح لنا الطريقة باش كيفاش شوف انا كاين دابا على حسب انت ملي كتهضر معاه عندك تعرف باش خصك لي زاف كومون اللي خصك تخدم بهم ما يمكنش كاين واحد التومبليت كنقول لك غتمشي غتحطو ريح معاه عرف الباك جراوند ديالو خليك الاول هو يهضر عرف شنو هما لي زوبجيكتيف ديالو اللي باغي يوصل لهاديك البراند عرف شنو لي طونطاتيف اللي دارو ديجا قبل شنو هاديك الساعة انا مثلا القضيه اللي زوينه بزاف مثلا شركه ديال اس مثلا باغا تبروموتي هاد لي كارطا غنشوف الكومبيتيتور ديالها سواء في المغرب سواء خارج المغرب اللي ديجا داير بروموشن وطالق لي كومبان نقول لهم ها هما الكومبيتيتور ديال طالق لي كومبان نتوما ناس طابعهم مثلا طابع سميتو في الصا
المارشي ديالو دير البواتي ديالو ولكن البرودوي راه هو ديال الاماراتي يعني خصك تلعب على دي باكاج باكاجين كيعاود باكاجين شي كتطبع على البرودوي لا كاين خصك تطبع هذيك ماشي غير علي بابا دابا انا مثلا البرودوي ديال الصباط كنطبع فيه الحوايج راه هاد اللصقه هاد راه كنطبع فيها واش فهمتي راه كاين شكاره كتطبع فيها هنايا واش فهمتي كيف كاين حاجه كتطبع فيها واش فهمتي بيان سور سي سبيسيال هادي اولا شي كتعب على البراند ديالها ما كتهضرش ليا اونلي كتهضر على البراند الشركه خاصها تكون عندك خاصها تكون مثلا ولكن هادشي ما غادي ديرو حتى تكون عندك عاوتاني بطبيعه الحال تكون عندك كنترول انا بقى انا عندي شركه ديال لامبوليكس هي عادي ندير البراند ديالي عادي انت لامبوليكس بوك كتامبورتي عادي جينيرال عادي عادي ولا بوغ ليكسبور ديال سيف ستاتيو شنو دايره دايره بوغ ليكسبور صافي ودايره ما دايرش نيغوس لا دايرش نيغوس دايره بوغ ليكسبور حيت هو ما كتختار تخو ستاتيو في الشركه المشكل هو انا الشركه ديال خالي وانا دايرني جيرو جيرو حيت هي نورمالمون سوسيتي خاصها تكون انت ماشي مشكل خاصك تخدمي بها تخدمي بها شوف تخدمي بها بي ار سي كاينه لي سي او كاين وشي حاجه خاصها تخدمي بها كاين موديفيكاسيون دو ستاتيو ديال الرخيصه كاين مع شحال شي 500 درهم مع شحال كيبدا لك الكونطاب كيشونجي لك ستاتيو ديالك ولكن ما كيهمش داك الشيء ما كيهمش فاهم ما كيهمش حتى خاصك صافي البراند ديالك شوف كنبيع كتزيدي في ستاتيو نيكوس يعني كي كتبيع لنا المحل ديال كل شيء حاجه شي كتسوق كويس بغيتي بنادم يخدم مع الافيليات بغيتي تشوف مزيان شوبيفاي هادشي الوغ بالنسبه للافيليات كاين تدخل انا صراحه كنت باغي نقول شي حاجه ولكن ما كنتش منظم زعما جيت في اللحظات الاخيره ماشي ما عرفش نوصل ماشي ما بغيتش ما عرفش نوصل كل شيء بقى حيت المعلومات كثير الوغ كيف كتعرفوا جوميا جوميا اللي كتجيب الترافيك مين كتخلص مين شنو كدير باش كتجيب لي كليون راه كدير دي زوق سي بي اي الناس كتروج ليها او ميم طون كدير دي صفقه دافيلياسيون اللي هي كتروج ليها وكتربح موراها الوغ مثلا انا صراحه درت انا دخلت مع شركه ديال عربي اتس عربي اتس ديال سي بي اي راه تكون شو عربي افيليت سيرفيس راه كانت عربي اتس وهاد الشركات ديال سي بي اي هاد الشركه سي بي اي كدير فيها اوف كدير فيها لوف ديالك كيروجوا لك لوف ديالك كتخلصهم على داك البلاك دابا مثلا بغيت ليدز مثلا بغيت ليدز كنقول لهم شوف بغيت انا لي ليدز نخلصكم على كل ليدز نخلصكم بواحد 0.10 دولار مثلا رجوميه كتمشي عند عربي اس كتمشي للشركه ديال الكوميشن ديال كتمشي للشركه ديال سي بي اي وكتقول لهم جيبوا لي مثلا هاد الاخر ونخلصكم تقدم قد وقد ديك الشركه سي بي اي كيكون عندهم دي زافيليت يعني افيليت 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 كينوض هذا كيروج البرودوي ديالنا هذاك كيروج البرودوي هذاك كيروج البرودوي 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 وهما ميم طون كيربحوا هما الفلوس وميم طون انا كنجيب اقل تكلفه البيرشيز والفيزيتور ولا في ديال تكتاجوتي في شوبيفاي عرفت شوبيفاي تكتشوف كاين ابليكاسيون ديال افيليات ديال الافيليات شنو غالي شويش تزيد ان سيرفيس دافيليياسيون و جو بريفير ان بروغرامير يكون شي ديفلوبر هو يقدر يتخدم هاد لا افيليات كتولي كتخلص لي كليون اللي يرجعوا لك مثلا بعت لي برودوي نعطيك 25% ياخذوا كوميسيون عربي اتس تما كياخذوا كوميسيون عربي اتس كياخذوا لك كيتخلصوا على لاكسيون لاكسيون مثلا ليد مثلا كيتخلصوا على الليد مثلا كيتخلصوا على البيرشيس بيرشيس فاش يديروا البيرشيس اللي كنتي كتحسب تي بي ما باغي تاخذ فهمتي علاش كيديروا البيرشيس ولكن تي كدير كاش اون ديليفري يديروا لك الليد فهمتي شي كيسيون صراحة أنا البوان ديال جوميا أنا بغيت نديها في الديبا جات واحد الكوموند وأنا نحس علاش؟ حيت كاين أن بروبليم أوني في جوميا يعني إلا ما مشاش تسلم الكليان ورجعات وما شنو كيحسبوك شي خويا اللي في خيط الترونسبور وقيلا وعندك مشكل ديال الشونجمون خصك تبدل من الكليون والمشكل إلا ما سيسيتيش لو ستوك إكزاكت داكشي اللي كاين تما عندك لو ستوك ما سيسيتيش وكوموندا شي واحد كتخلص واحد البيناليتي شي تخوك جوميا راه شوف راه جوميا راه كتربح معاك يعني كتبقي ماشي هي بحال كتبقي تربيك باش ما ديرش ليها العراقي فهمتي الوغ جوميا تقدر تخدم معاها صراحه كاين الناس كيخدموا فيها ومن الافضل كاين من الافضل تخدمي شي حاجه ديالك بوحدك الاول ابري تبدا تكبر عاد ديري هنا وهنا فرق راسك علاش حيت باش كتكون خدام في البيزنس ديالك كتشوف كومون من السيت شوف شحال تولي شي من السيت من الواتساب من لي زابيل من الميساج بزاف ديال الفونكلاسيون شحالهم من الاخر اخر شنو انت الكوموند شنو انت الكوموند جو ميتا يتزاد تحيد وانت اللي كيبس غير هذاك الشيء الاول ميتريزي الخدمه ديالك بواحد الحاجه ما تزيد جوميا ولا شي حاجه شاش بالك زين
بالنسبه لا فيديليزاسيون الا شي واحد شرا عندي بغيت يبقى ديما فيدال يبقى يشوف شنو كان ديما شكون قاصر تاع دي ميساج لي باش تكبر البراند ديال باش فيديليزي الكليان خصك تكون ديما صاحبي قريب ليه ديما اي حاجه يحتاج تكون معاه فهمتي خصك يجي العيد تبارك له العيد يجي العاشور تبارك العاشور جات العيد صافي العيد الوطنيه ما كنديرهمش ما كنباركش ليهم ماشي على شي حاجه حيت كاين الناس فئات ما زيدش عليهم داك الشيء ما كنمشي معاهم العيد الجميع الجمعه مهم داك الشيء على كاجي المباراه لاحظي معايا اورانج مثلا كدير دي كادو فشاك شمعة فشاك موندي كدير ان كادو باش كتفيديليزي لي كليون ديالك الوغ انت كدير تصاوب سيرت دي ميساج لي كليون ديالك بانك كديري دي زوف مثلا كتنقصي واحد بورسونطاج ديال 10% 20% مثلا وعلاش حيت انت شريتي معنا من قبل قلت تعاود تشري من عندنا ولا شريتي مثلا كتقول لهم عاوتاني واخا هاد المره شريتي من عندنا المره الاخرى شريتي عندنا جوج بيسات ثلاث بيسات ساعتين وكربعه غاتب ربعه غاتب راه الكليان ديما يكون صاحبو ديما قريب ليه ديما حسسو بانه كيسيبك من موراك ماشي كيعطيك دونك باش كتحمي راسك انا خصك تحمي راسك خصك
كاستمر في شركه ديال الترونسبور مثلا غتصيفط لي بروسيير فور ليفريزون هذه مقسم اصلا علاش حيت كتصيفط في شي واحد كتصيفط عليه واحد كتصيفط البونات فهمتي يعني بحال دابا غنصيفط بروسيير فور ليفريزون نصيفط نصيفط اوكي شي شركات اللي تنصحنا بهم بالنسبه لشي شركه اخويا لا زعما كتجري باش شخصيه ماشي تجربه شوف الشركات كاملين بورسنتاج واحد لا عارفين كاين دي بين كاين دي بين شي سوشيال لا حنا عارفين بلي راه كلشي عنده مشاكل زعما شي وحده تتكون زوينه على الاخرى وصافي يعني ما صح ما كاينش كان انضم انكون ضبط شي وحدين ما شفتوش انا انا خدام دابا معكم في المساحه وامين هنا شكرا ما عرفتش قال باور شي حاجه هات لي قاصو ديال لابس شكرا باور المسيح شي حاجه باور كوتي ما دوزش يا دي باكورسي باكورسي هاي جوجي الحمد لله تبارك الله الانستغرام بغيتي تكبر ويكون عندك لي فولور حقيقيين ماشي غير ارقام شنو انت فيسبوك اس كيكونوا حقيقيين يعني بلا انتر خدوا غير انتريسي بيهم دابا انا بغيت نكبر بال انستغرام ديال فوالا في ستوري ديري ديز على ستوري ياك هانتوما دابا هي بغات تكبر انستغرام ديال واحد البراند ديالها واحد لا مارك ديالها مفتعلوا هاد لا مارك هادي اي خطوه ياك الدراري واش استفدتوا شي حاجه اليوم وي وي ها هاد الفورم احسن ياك واش نشكروا الدراري راه هما اللي داروا كلشي استراتيجية ماركتينغ اللي عندي راه باش نطلع هاد البراند هادي في انستغرام اللي هي عين اطلس دونك شنو غادي ندير غادي اولا غادي نخدم واحد الاستراتيجية ديال كاريبي ياك غادي ندير فيسبوك ادز ياك البلاتفورم نختار انستغرام ياك ونلوح ليهم مثلا واحد سيمانة فوائد ياك ديال الماء ياك وكالف فيها فولو غتخليها سيمانة فين كدير لايك راه ما كديرهاش للبوست راه ملي ما كتعرف كديرها للباج الباج وانت فين كتشوف المالي اوتوماتيكمون ديك روح وطنيه داك الشيء داك الجوز ولا ديك روح وطنيه ديك كدير تجي دير لايك كتكون بزاف في الانستغرام هادي غادي يطلع لك بزيرو وثلاثه الارقام واحد نخدم شي شغل ديال فولو ان فولو
هذيك حاجه هذيك اورغانيك. كاين واحد التول ديال انستغرام وكاين بزاف ديال دونك اش كيدير كتقول ليه هاشتاغ هاشتاغ كاع الناس اللي بوستين داك الهاشتاغ ديال لايف ستايل هاشتاغ ديالك هو اللايف ستايل لا علاش كيدير صحابو اش كيدير كيمشي كاع دوك الناس اللي دايرين كيدير لهم فولو كيفو كيدير لك فولو زعما كي ان فولو تختار انت من بعد 3 ايام ومن بعد سيمانه انستغرام انستغرام ماشي روبوت روبوت وكدير ليه لا لاتونس الا الا درتي ليه بزاف بلوكيو لك النهار كله لا شونس ديالك في صح قاري في هذيك اللعيبه قاريبي ديال يعني سميتها انت كتب بوكس بوم بوم ادز واخا انا شحال كتاب ديالو ضرب لك ايام بجوج ضربات فوائد برودوي زوين تروس ديال وعاد باش تقول لي هكا لا دابا قلت له بوبليسيتي ديال فوائد ديال برودوي اها كتعاود تركيتي دوك الناس اللي شافوا الفيديو ديالها باش طلع انستغرام انا ندوي عليها بس بغيت تبيع ليها هانت باغ اكزومبل الاستراتيجي هادي هو هاد البرودوي هذا غادي نبين ليه الفوائد ياك تدخل سيت قرا بلوس مكاينش ما بيها مكاينش حسن بيها عاوتاني اخرى بي بي او بوست اخر بي بي او شنو فيه ان هاد البرودوي هذا واعر مكاينش حسن شري راه الخبراء دو عليهم وعين الابلاص راه واعره مكاينش حسن شري هانت خسرتي عليه فلوس ابخي غادي ندير كوستوم اودينس وغادي نجمع دوك جوج ديال دوك جوج ديال الاسيت ياك الناس مثلا اللي اهتموا بها كليكا ولا شافوا 50% ديال داك الفيديو ولا شي حاجه ولف ليهم بورتشيز شوف غادي يشري 50% غادي صافي تخدم بزنس تو بزنس واي تعرف تخدم بزنس بي تو بي شنو هما البلاتفورم اللي كتعتمد عليهم باش تجيب كوميرسيال ديال اوف لاين ها اوف لاين كيمشي كذا انه برودوي يعني اللي كيشريو لي زونتربريز بارتيكولي اللي كيشريو لي زونتربريز اللي كيخدم عندك 10 سنين ياك مي كنبقاو نربحو معاه تقريبا كل عام كنربح من غير ثمن البرودوي كل عام كنربح معاه كيبقى يدير معايا ابون داك برودوي شري ويخلص لي ابون والكوميرسيال كيدير معاه كوميسيون كيدق وداك الشيء كوميرسيال كيدير معاه كوميسيون جيبو ما فاهم والو وعلمو واحد فاهم جبتيه فاهم غيبغي كوميسيون يروح ليه صالير ولكن الناس ديال كونفيرماسيون ضروري كوميسيون بليس موجيبو كونفيرماسيون دير لهم انا 1000 درهم صالير اكس بليس كوميسيون كوميسيون اللي هي شحال؟ 1000 درهم كتجيب 5000 درهم ديالها 6000 درهم منين كتاخذ لي زونفورماسيون ديال الوطن عفاك واحد السؤال مثلا انا غادي ندير اس غادي ندير عين فاش ندير الفا ندير الفا بس سي الفا تاك مشيت ما صيفطي اللوكيشن تاك مشيت ما صيفطي اللوكيشن هو تيسولك شي مشكل نخدموا معاك واحد الشهرين شحال باش بديتي شحال باش بديتي شحال باش بديتي دونك انا كان عندي دابا فلوس ولا شحال بديتي الخدمه لا شحال بديتي ديال الوقت الخدمه الو ماشي الكابيتال لا لا عندي لي اي كوميرس فقط لي افون كنتي كتخدم مي افون دي بون ديال لا وفاش بديتي السلام عليكم جيتي بلاص ما كتلعب كتجي تخدم تكنسيك في صوب دي بلوغ ياك تمنين يوتيوب لا زعما بديتي كتخدم شي حاجه ولا اكتيفيتي كوميرسيال شحال 2008 ما كاينش فلوس ديك الساعه انستغرام شحال باش بديتي ديال الفلوس الكوميرس الاول بديت ب 2000 ليره ياك أبخي فترة سكرت البيزنس ديالي جمعت شوية من البيزنس أبخي بديت 20 درهم لا هذيك 20 درهم فاش خسرتيها في الأول؟ شوف كتيستي شي بغاتي كان بي وكان ربح في الاخر الكونت كيبقى هو بديتي بشينوا بديتي بشينوا وضرب عمر واش يدير بعد دابا لا ضرب عمر دابا كنت امبورتي اللي انتربريز ديالي ديال امبورتي من الاخر الاستعمالية ديال ديجيتال ماركتينغ ولا كيف ستارت عفاك شنو ديال انستغرام؟ ها؟ ديال انستغرام ديك شوب
لانبيك تلعب فكرة ديال شي حاجة غوبي دا مرسيون
Direct en pic. Direct en pic. Marque. J'ai trouvé une marque. كاشون ديليفري لا كل عام كتزاد بيبال كل عام كتزاد النسبه ديال سيمي سيمي ماشي بيبال بيبال لا حاجه باش تدخل اي كوميرس بيبال في سيمي خصك تحط 50000 درهم في كوسيون ولكن بيبال كتدخل دير بيبال في المغرب كتشري من عندك ما يكونش عندك واش معناها ولا هو كمان انت المغاربه كل المغاربه اللي عنده كونسياج عنده كونت بيبال اوتوماتيك ولا هو اسمع هذا هو اللي كنسولو هو صغير غنقول لك اولا بيبال صعب عليك تشيك اوت في المغرب ياك هذه الاولى الثانيه المغاربه الاغلبيه ما عندهمش بيبال ياك هذه الثانيه مسؤولية التارغيت ديال الناس اللي عندهم بيبال ولا في المغرب وثالثا ولكن واش اش نسولك دابا تجي من تيخام سي باس انترناسيونال وا اسيت ديال انترناسيونال هذا دابا سمعني دونك هذا هو المشكل ديال بيبال غادي تشري كونسوميني ديك دوتاسيون ديال اما سيني واخا او بيبال في المغرب كتحسب انترناسيونال دونك سيني ما كتحسبش انترناسيونال دابا عندي دوتاسيون ساليه انايا ديال المغرب كنحسب كامل ماشي غير الكوستيون ديال 10000 50000 درهم هي اللي متقيله القضيه ورا من غير خاصني نسيبو لهداك البيزنس ديال هذا هو هي تو بونس كو لا دوتاسيون غتبقى بزاف هاد الدوتاسيون ديال 10 درهم غتبقى ديما اي لا اي دابا استراتيجي اكطويل ديالو هادي دابا استراتيجي اكطويل ديالو ما غتبقى ما عارف شنو كمل ليا كيفاش كيبان لك المغرب من الخدام المغرب يولي فيه البراند هما اللي يبقاو انت باغي تبقى في المغرب وتبقى خدام في المغرب ومستقبل في المغرب لا ما يديرو خصهم باش يزيدو فيك ولكن كاشون ديليفري البراند ديال اللي كاين هنايا المغرب كنخدم بها في فرنسا
شنو كتخدم بها؟ هي ولكن كتخدم بها البراند ديالي هي مثلا براند اكس، هذيك البراند اكس خدام فيها مثلا في استراليا. اي خدام بها ولكن ماشي كاشون دروب شيب وير هاوس. ولكن كيفاش كتعرف لي وير هاوس؟ حتى انا ما شادش دروب شيب في الفيلم. سويتش اخويا سويتش لحقتكم. كاين الوير هاوس تصرف الوير هاوس في استراليا يا شادي دار امبورتي لي داك البرودوي تمشي لا هذا غادي غادي امبورتي من علي اكسبريس لديك الوير هاوس شي فروم ها بحال هذيك شي فروم لا راه انت اصلا كيف حتى هو اللي كتولي يمشي بها تما غتشري من ام مثلا غتشري مثلا 100 بيس من داك البرودوي شكرا بزاف سلام عليكم على خير.